تحت رعاية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، أقيم حفل تدشين معرض معا للتوعية الأمنية بحضور سعادة وزير التربية والتعليم ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية. ويأتي هذا المعرض ضمن حلقات متصلة تعكس الإنجازات التي يحققها برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان، وتشكل خطوة إضافية للجهود المبذولة في مجال تعزيز جسور التواصل وتأكيد الشراكة المجتمعية واقعا ملموسا يسهم في حماية النشء من العنف بكافة أشكاله. وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان، ألقى كلمة استعرض فيها أبرز التطورات التي شهدها البرنامج منذ تعيينه رئيسا للجنة، منوها إلى زيادة عدد الطلبة المستفيدين من البرنامج لهذا العام إلى 120 ألف طالب وطالبة، وارتفاع عدد المدارس التي يغطيها البرنامج في العام الدراسي 2018-2019 إلى 173 مدرسة حكومية مقارنة ب 121 مدرسة تمت تغطيتها في العام الدراسي السابق بفارق 52 مدرسة، وبلغ إجمالي تغطية المدارس المستهدفة 81% في المدارس الحكومية. وأضاف أن هذه الزيارة الكبيرة في مجموع المدارس المرصودة تأتي بفضل تطبيق البرنامج الاستراتيجية تقوم على زيادة حصص المنفذين وإلزامهم بالإشراف على مدرستين في نفس المنطقة الجغرافية دون المساس بجودة التعليم. وتضمن الحفل فيلما قصيرا استعرض الإنجازات التي تحققت في مسيرة برنامج معا خلال عام، في مقدمتها حصول معالي وزير الداخلية على جائزة شخصية العام 2018 والتي منحتها لمعاليها المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان تقديرا لما تحقق من نجاحات في برنامج معا. كما استعرض الفيلم جهود معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الذي أسس البرنامج ووضع لبناته الأولى عام 2011 وقام بإدارته حوالي 6 سنوات. شملت وضع الخطط والآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج لتحقيق الأهداف المطلوبة، إلى أن وصل البرنامج اليوم إلى مرحلة متقدمة وأصبح محل تقدير دولي. بعدها قام معالي وزير الداخلية بتكريم الشرطة المتميزين والجهات الداعمة للبرنامج، معربا عن شكره لمعالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان على جهوده ودوره في تطوير العمل بالبرنامج، ومثنيا على ما يقوم به المدربون وما يتمتعون به من جدية في العمل وتميز في الأداء بما يسهم في نجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المطلوبة، وفي مقدمتها توعية النشء وتوفير البيئة الآمنة لتقليل نسبة الجريمة والعنف. وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لسعادة وزير التربية والتعليم على دعمه للبرنامج، منوها في الوقت ذاته إلى أن التعاون بين كافة المؤسسات المعنية كان له الدور الرئيسي في نجاح البرنامج. وأكد معالي الوزير العزم على مواصلة النجاح مع إمكانية أن يكون هناك مدربون للبرنامج من وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ففي البرنامج فائدة كبيرة لشباب الوطن وهم أمانة ومسؤولية. وأعرب عن عمله في تعميم البرنامج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعمل على بحثه ومناقشته في اجتماعات وزراء الداخلية بدول المجلس لشرح هذه التجربة الناجحة والاستفادة منها لأقصى حد. إلى ذلك افتتح معالي الوزير معرض معا للتوعية الأمنية، حيث قام معاليه وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء بجولة في المعرض الذي يحتوي على 4 أقسام، وهي مكافحة المخدرات والتدخين الإلكتروني والسلامة في بركة السباحة والاستخدام الآمن للحافلة المدرسية ومخاطر الألعاب الرقمية وإرشادات الحماية منها، حيث يهدف المعرض للتوعية بأنواع المخدرات وأضرارها وتقديم الإرشادات المطلوبة للسلامة في برك السباحة والركوب الآمن للحافلة المدرسية، بالإضافة إلى الإرشادات التي تساعد أولياء الأمور لحماية أبنائهم من مخاطر الألعاب الرقمية.
يعد برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مدارس البحرين مشروعا وطنيا وقصة نجاح متميزة، حيث يعتمد في عملية التدريب على عناصر بحرينية ذات كفاءة عالية ويلقى تشجيعا ومباركة من الجميع. وتأسيسا على النجاح الذي حققه البرنامج وما يزال، جاء توجيه معالي وزير الداخلية بزيادة عدد المدربين من شرطة خدمة المجتمع، بحيث يصل عدد المدارس التي يغطيها البرنامج إلى 200 مدرسة، ما يزيد من عدد الطلبة المستفيدين إلى حوالي 222 ألف طالب وطالبة. تم إيصال الرسالة توعوية بصورة واضحة انعكست على السلوك الطلابي، وهذه الأرقام هي التي تثبت هذه النواحي. التوسع الكبير الذي وصل إلى الآن إلى 81% من مدارس وزارة التربية والتعليم يغطيها هذا المشروع، وتدريب أيضا الأخوة المشرفين الاجتماعيين كان له دور كبير جدا في التوسع لهذه الجوانب التي يشملها المشروع، سواء من حيث العنف، من حيث الجوانب السلوكية التوعوية، من خطورة المخدرات وغيرها من الأمور التي تسهم بالتالي في بناء شخصية الطالب بصورة صحيحة إذا تم التعامل وحمايته وتحصينه من هذه الأمور السلبية التي قد تؤثر عليه وتؤثر أيضا على أسرته في نفس الوقت. وضع هذا البرنامج على أساس مكافحة العنف والإدمان، والحمد لله اليوم احنا وصلنا إلى 173 مدرسة حكومية من 211 مدرسة، ما يمثل 81% من المدارس الحكومية. وضعنا برنامج لتغطية جميع المدارس الخاصة اللي هي 72 مدرسة، فالحمد لله البرنامج لاقى انتشار. ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشراكة المجتمعية، تمت الاستعانة بأحدث التجارب الدولية الناجحة من خلال هذا البرنامج الوطني، والذي يعالج السلوكيات الخاطئة في محيط الناشئة ويعمل على إرساء سلوكيات سليمة، وهو ما أصبح واقعا بالفعل إذ تم تحقيق نقلة نوعية على مستوى التوعية. تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، تم اليوم تدشين معرض معا للتوعية الأمنية، والمعرض يهدف إلى إشراك أولياء الأمور في عملية حماية الطلبة والاكتشاف المبكر للمخاطر اللي ممكن يواجهونها في الحياة، وكذلك في قسم خاص بالألعاب الإلكترونية، وهذا القسم يعلم أولياء الأمور شلون يتحكمون في الألعاب اللي عند عيالهم، الألعاب الإلكترونية، ويحطون لها تحديد العمر بحيث أن الياهل ما يقدر يلعب ألعاب أكبر من عمره. والهدف منه حماية النشء والشباب من الظواهر السلوكية أو الظواهر المجتمعية اللي تكون موجودة أو ممكن أنهم يحتكون فيها أو ممكن يصيدهم. طبعا هذه الظواهر يحاول الشرطي قدر الإمكان أنهم يعلمهم استراتيجيات يمشون عليها على أساس أنهم يقدرون يتخذون القرارات السليمة في أي مشكلة أو أي موقف ممكن أنهم يواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانوا في البيت أو المدرسة أو مثلا في الأماكن العامة. برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان خطوة واثقة لترسيخ التعاون والتكاتف مع المجتمع في إطار العمل المشترك على أمن وسلامة النشئ والشباب ووقايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها، فبناء المجتمع يبدأ من هذه المرحلة المهمة والمؤثرة في حياة الفرد.